وتر کی نماز واجب نماز ہوتی ہے اور اس نماز کو فرض کے برابر ہی درجہ دیا گیا ہے اگر چھوڑ دی جائے تو گناہ ہوتا ہے اور کبھی غلطی سے چھوٹ جائے تو قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تین رکعت وتر واجب عشاء کی نماز میں کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں اور آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام انذار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی آئی ورلڈ میرا دین اسلام چینل اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني
innaka antal ghafurur rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. دوستو امید کرتے ہیں کہ تین رکعت وتر واجب پڑھنے کا طریقہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی بھی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کریں یا آپ ہمیں کمنٹ کریں. چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.